بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم وقناتي شيموا. اليوم جبت لكم طبق راقي، طبق مناسباتي، اللي هو طاجين دار عمي. على بالي باللي التسمية شوية غريبة، لكن هذا الطبق هو عاصمي أقليل ونديرو حنا عندنا هنا في شلف. واش نحتاجو مكونات في هذا الطبق؟ عندنا بسم الله نبداو، عندنا زوج اطراف تاع الدجاج. هنا جبت دو كويس. هذا الطبق يندر بزوج لحوم اللي هما الفيونداشي والدجاج. هذه هي الخاصيه اللي في هذا الطبق، يجي شبه المثوم لكن ماشي مثوم. عندنا زوج اطراف من الدجاج، عندنا امبوكي غارني اللي دايره في قزبر ومعدوس، عندنا شويه حمص يكون ديجا راني نص طياب طيباته ديجا، عندي عود قرفه مارغرين، حبه بصل مسكربجه، شويه معدنوس مقطع، وعندي حبه بيض، هذه للفيونداشي، عندي حبه بيض، عندي زوج مغارف تاع شابلور، وعندي بيان سور زيت، التوابل فلفل كحل، سكنجبير، قرفه وملح. نجوزو دروك للطاجين للمرقه. نبداو دائما بيان سور بالمرقه، على بالكم الاكولات التقليديه دائما تدخل فيها الزبده والسمن كما قلت لكم، لانها ماهيش اطباق يوميه، اطباق مناسباتيه. على هذاك نبغوا نعزو النكهات شويه. بون، في الطاجين ديجا راني شعل النار، حطيت مغرف تاع مارغرين، استعملت هنا مارغرين فلوريال لانها قريبه شويه الزبده، زدت زوج مغارف تاع زيت ونخليهم يسخنوا، ونحط اطراف الدجاج تاعي. فوالا، هنا حتى يسخنوا مليح ونحط اطراف الدجاج. هذا التقنيه في طبخ الدجاج هو الاول تقريب تحميره، تعطي ذوق هايل للطبق تاعنا. فوالا، اني هنا حتى حمرته باش نبدا ندير المكونات، وجربوا طريقتين وشوفوا الفرق. فرق انك ديري البصل ديراكتو مع الدجاج، وانك تحمريه الدجاج ولا اللحم ولا تحمريه مقبل. هنا حطيت البصل كما راكم تشوفوا حتى تحمر الدجاج تاعي، حطيت البصل، حطيت العود تاع القرفه، وزدت الحمص اللي قلت لكم راني ديجا مطيباتو، دايرته في الكونجيلاتور. هنا ماشي مطيباتو 100%، مطيباتو نحو 60-70% هكذا، ويزيد اكمل طيابو في الطاجين. بون، حطيت الحمص كما راكم تشوفوا، وهنا دروك نزيد نبدا ندير في التوابل. الملح، الملح حاجه مهمه هنايا، اتونسيون ديروا الملح بزاف، تيت كونتيتي، نص مغرف تاع قهوه. هذا الديتاي لازم انسيستي عليه، باسكو الا درتو مليح الملح راح تطبخه. نديروا قليل، كميه قليله بزاف تاع ملح، نزيد فلفل كحل ونزيد الزنجبيل، ونبدا ونزيد بيان سور لو بوكي غارني مازال، خليه حتى نقليها مليح مليح حتى يذوب البصل ويتحمر معايا، باش نزيد المكونات الاخرى. نعاود ناكد لكم على البصل، اتونسيون البصل، باسكو هذا الطبق ما فيهش خضر، فيه مرق ولحوم فقط، على هذاك اللي البصل الملح شويه قليل، لازم يكون قليل. هلا نقلي مليح، شوفوا حتى البصل هود كامل احمر ذاب البصل، باش نزيد المرق. دائما كيما نقول لكم الاطباق تاعي دائما بالماء سخون، سخون غالي، راكو تشوفوا انا نفرغ فيه هو يغلي، معناتها الماء سخون غالي مليح. فوالا، سخون مليح لان ما يديرناش للشوك تاع المرقه، يبدا يحافظ لنا على الذوق اللي ديجا حضرناه واللي ديجا وجدناه بالتقليه. نحط هنا البوكي غارني تاعي، نحط الماء بكفايه باش ما نعاودش نزيد نوت قفوه، ونقص النار عليه، شيء ضروري نقص النار مليح ونخليه يطيب. من جهه اخرى الحين نوجد لا فيونداشي تاعي، نحط لا فيونداشي هنا الكميه اللي توالمك، اللي تحتاجيها في اللي تناسب عائلتك ولا ضيافك. انا هذا الطبق درتو للضياف. زدت نص حبه تاع بصل بسكربجه، زدت شويه معدنوس وخليت شويه باش نديرو ديكور. فوالا، وزدت زوج مغارف كبار تاع شابلور. هنا الا ما عندك شابلور ما تقدري ما ديريش عادي، لان لكن بشابلور يجي احسن. فوالا، ونزيد نكسر حبه تاع البيض ونفرغها ثاني
فوق الخليط تاعي ونروح للتوابل. دائما كما قلت لكم الملح اتونسيون، هنا راح ندير بين صباحتيه فقط، ولا كتشوفوا بين صباحتيه برك الملح، واذا جاتكم ناقص زيدوا. مي المهم الطبخه ما لازمش يكون فيها الملح بزاف، ضروري ناكد عليها اشاك فوا باسكو قادره تخلعكم. فوالا شويه فلفل كحل، هذا ما كان ملح فلفل كحل سيتو. باش دائما نقول لكم لا فيونداشي انا ما نبغيش ندير فيها التوابل، باش تبقى الذوق تستبنوا لا فيونداشي لا فري فيونداشي. ونبقى نعجن فيها بيديا وحتى نخلط كامل المكونات مع بعض ونتحصل على عجينه اللي نقدر جوفي فاسوني دي باتوني. ولا انا هذا الطبق راح ندير مع صبيعات دي باتوني، ما نديرش كويرات باسكو لدات كويرات يولي يشبه المثوم وهذا ماهوش مثوم. فوالا نخلط مليح مكونات لا فيونداشي تاعي، نعجنها مليح. فوالا نعجنو مليح لا فيونداشي سوا في دولمات ولا في حاجه واحده اخرى. لا فيونداشي دائما لازم تتعجن تري تري بيان. فوالا عجنتها مليح، ومن بعد نبدا نصنع في اصابع كيما راكم تشوفوا اصابع من لا فيونداشي، ونحطها في ايناسيات ونغطيها ونديرها في الثلاجه حتى توجد عندي لاصوص كيما راكم تشوفوا. فوالا نحطها في الثلاجه ونخليها بعد مده نجبدها. حطيت شويه زيت في المقله وجبدت الاصابع تاعي من الثلاجه، ونبدا بالوحده نرمدها بالفرينه، نرمدها تري تري بيان بالفريده كامل. لا فيونداشي لازم تتغطى بالفرينه، ومن بعد نبدا نقليهم في الزيت، ماشي زيت بزاف، زوج مغار تاع زيت يكفو، لاني ماشي حن طيبهم انا فقط نحمرهم سيتو، طياب راح يكون في المرق. فوالا نحط نفض مليح الاصابع تاعي، ما لازمش يكون ليكسيد فارين دام نحيه، ما لازمش يكون فيها الفرينه، ونحطهم يتقلاو. هنا الزيت مازال ما سخنتش، فوالا نتاكد حتى تسخن الزيت، ونحط الاصابع تاع اللحم المفروم تاعي كامل في المقله ونخليهم يتحمروا. فوالا نخليهم يتحمروا، نحطهم كامل، ما يدوش الوقت بزاف باسكو قلت لكم بلي مانيش راح نطيبهم، راني فقط نعطيهم تحميره. ها هم هنا تحمروا، نرفدهم نحطهم بجيه. فوالا نرفدهم نحطهم في طبسي، ونجبد المرق تاعي. فوالا راني نحيت الدجاج هنا درته في الفوق باش برك يدي تحميره، نحيت البوكياغني ما نحتاجوش، ونعاود نرجع الاصابع تاعي اللي قليتهم صبيعات تاع الفيونداشي اللي قليتهم، نحطهم في المرق يزيدوا يكملوا طياب تاعهم. هنا الملاحظه الفرينه اللي درتها وقليتها بهم في الاصابع راح تكثف لي المرق، المرق هذا راح يجي شويه كثيف ويجي بنين بزاف. فوالا حطهم كامل ونشعل عليهم النار، نقص النار ونخليهم. هنا الدجاج راه تحمر كما كنت تشوفوا درتو في الفوق، وراني جو في دغيسي لاسيات تاعي، حطيت الحمص وميليو وطلص الاصابع الفيونداشي حطيتهم كامل صاير داير، حطيتهم كامل صاير داير كما راكم تشوفوا. هلا ونحط الحمص والمرقه شويه تاع مرقه فقط، راكم تشوفوا دوك تشوفوا القوام تاع المرقه كيفاش جاني، شوفوا المرقه تجي كثيفه وبنينه. ونحط اطراف تاع الدجاج اللي يكون محمر نحطهم الفوق. هذا الطبق هو طبق راقي، طبق مناسباتي تحمري به وجهك مع ضيافك في رمضان ولا في المناسبات، ونرش بيان سيغ بشويه المعدنوس اللي قلت لكم خليته، وبيان سيغ ندير القارص اللي يبغى يدير القارص من جهه ديكو، وثاني اللي يبغى يحصل قارص فوق الطبق يعطي له ذوق رائع. وحل المرقه اللي زايده حطيتها بجانب اللي يبغى يزيد يزيد. وهنا كملت الطبق تاعي، انا نبغي هذا الطبق يكون يحمر الوجه بزاف وراقي ويندار في المناسبات ولذيذ لذيذ جدا. ان شاء الله تجربوه وتتمتعوا به، وما تنساوش دعوة الخير، وقبل دعوة الخير ديروا لي اللايك واشتراك وبارطاجي الفيديو مع احبابكم،
وبقاو على خير، ولا بخشان إن شاء الله.